اول شيء الحمد لله وشكرا لله على هذا الانتصار اللي حفزنا به، والحمد لله كنبغي نشكر الرئيس على الاستقبال اللي رغم الظروف وهاد الجائحه وهاد المشاكل اللي كاينه في العالم يعني واستقبلنا، ويعني هذا لا كيزيد علينا واحد الضغط ولا هو يزيد يشجعنا اكثر باش ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالو ونقدموا واحد المستوى كبير في كاس العالم اللي هو كيف شتي في الاجتماع ديالو بقى كيركز عليه بزاف، وكان كنتمنى اننا حنا نقدموا واحد النتيجه اللي تشرف كاع المغاربه، لانه حنا كيف قال لنا ما بقيناش واحد الفريق اللي هو محلي ولا افريقي ولا قاري، يعني خصنا ضروري نكونوا في المستوى في كاس العالم باش نحققوا داكشي اللي كيتمنى الرئيس وداكشي اللي كيتسنى الجمهور المغربي كامل ان شاء الله. كيف قلتي بان الفيفا حطتنا في شابور بها، ولكن الحمد لله هذه المجموعه اللي كيتوفر على المنتخب الوطني بقياده المدرب السيد هشام التكيك فهي عازمه كل العزم ان تحقق واحد النتيجه ايجابيه، وكيف تنقولوا لو بغيتي تحقق شي نتيجه ايجابيه في التظاهره الكبيره يعني خصك تكون مستعد لجميع الفرق، ما يمكنش انك غادي تتسنى انك تقابل فرق ضعيفه ولا مستوى ضعيف، يعني كاس العالم كل الفرق فاش تكون مستوى كبير يعني خصك تكون موجد لجميع الفرق باش تكون وسط دوك الناس اللي في هذاك المستوى الكبير ديال كاس العالم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنهدي هذا اللقب سيدنا الرياضي الاول سيدنا محمد السادس، وكنشكر السي الرئيس على هذا الاستقبال اللي دار لنا الصراحه رغم الظروف، وهذاك اللي استقبلنا في النهار الاول ديالنا اللي دخلنا فيه المغرب صراحه، وهاد الكلمات المحفزه اللي قال لنا صراحه كنشكروه بزاف، وكنوعدوا ان شاء الله حنا نقدموا واحد المستوى مزيان في كاس العالم، وكنوعدوا جميع المغاربه ان شاء الله غنتقاتلوا على الترابو باش ان شاء الله نعملوا واحد المستوى كبير في كاس العالم ونقدموا واحد المستوى عالمي ان شاء الله. كيف ما قلتي واخا حنايا طحنا في شابو اربعه في القرعه ديال كاس العالم، بحق انا الصراحه حنا واللاعبين ولا الطاقم متفائلين ان شاء الله نقدموا واحد المستوى، حيت الحمد لله الظروف متوفره في هذا السونتر، كل شيء كاين كنتريني، والظروف المعنويه كاينه كل شيء كاين الحمد لله، ولي ماتش اميكو ماتش حالي دي التجربه ديالنا القدام في كاس العالم ما كانوش كنلعبوا لي ماتش اميكو، لي ماتش اميكو انترناسيونال الحمد لله دابا الجامعه كتوفرنا لي ماتش انترناسيونال باش نكتسبوا ديك المستوى، وعندنا دابا واحد الخبره شادي المشاركه ديالنا الثالثه، وان شاء الله انا متفائل كيف ما قلت لك غنقدموا واحد المستوى كبير ان شاء الله في كاس العالم.